مشاهدينا، وللمزيد أكثر بشأن استغلال النظام الإيراني المناسبات الدينية في تطويع الشعب، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المختص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وتحياتي للسادة المشاهدين الأفاضل. حياكم الله. بذخ كبير من في الزيارات والمناسبات الدينية وأنفاق غير محدود كذلك من قبل الحكومة في طهران، يعني كيف يوظف النظام الإيراني هذه المناسبات في تطويع الشعب بما يوافق مخططات النظام الإيراني؟ يعني هذه الخطط أصبحت فاشلة بالنسبة للنظام الإيراني تحت ظل الفضائح المتكررة التي تم تسريبها خلال الفترات الأخيرة، وخاصة مؤخرا مقاطع فيديو هزت يعني أركان النظام وتم مناقشتها في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تتعلق بعلاقات لواط بين مسؤولين في دائرة الثقافة والإرشاد، وكذلك ما تسميه إيران بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقارير عدة تم نشرها في وسائل الإعلام الفارسية وحتى منها بي بي سي الفارسية، حيث الآن النظام الإيراني يواجه مشاكل كبيرة من هذا الجانب، جانب إقناع المجتمع بأنه هناك قدسية للنظام وإمكان أنه النظام يمثل دين الله. هكذا يحاول النظام الإيراني أن يوظف العقائد حتى يبرر ما يفعله، أو تقارير عن أن مدينة مشهد التي تعتبر أحد أهم مزارات الشيعة في شمال شرق إيران تحولت إلى مدينة تجارة الجنس في إيران، وحيث يذهب إليها عدد كبير من مواطني دول الجوار بحجة الزيارة وكذلك الاستمتاع بعلاقات جنسية مع النساء هناك. طيب، هنا أيضا يعني الحكومة الإيرانية خصصت قرض ب10 ملايين تومان لكل زائر إيراني يعتزم المشاركة في زيارة 40 المقبلة. ألا تعتقد أن هذا المبلغ كبير بالنسبة لاقتصاد متهالك في إيران، وخصوصا أنه تم أو سيتم تسيير 4 ملايين زائر، بالتالي مبلغ مهول سيكون بالنسبة للميزانية الإيرانية؟ يعني عدد تسيير 4 ملايين فيه تضخم، إيران تحاول أن تضخم من أعداد الذين ترسلهم إلى العراق. أنا لا أقول أن الأعداد قليلة، حتى إن أرسلت 200,000 أو 500,000 هو عدد كبير يشبه اجتياح بلد. طبعا الأعداد التي تروج لها والماكينة الإعلامية الإيرانية ومن يواليها في العراق، هذه أعداد كلها من الكذب من الأساس وغير صحيحة. لكنه عودة لهذه المبالغ التي إيران تصرفها، تظهر أن إيران لديها قلق كبير هذا العام من تسيير أعداد كبيرة من الإيرانيين باتجاه العراق. لهذا السبب تحاول أن تعطي هذه المحفزات المالية حتى تجلب عدد أكبر من المواطنين فيما تسميه بزيارة الأربعينية في العراق، وتستغل هذه المناسبة لإبراز وجود وإبراز عضلات في العراق تحت ظل تراجع نفوذها أيضا في العراق. الآن نرى أن هناك صيغة جديدة تعد في المنطقة لإبعاد إيران من العراق، ودول الإقليم تشارك في هذه الصيغة، والولايات المتحدة الآن لديها توجه آخر في العراق. أنا لا أقول أنه تغيير سيحصل بين ليلة وضحاها، لكنه الواضح هو أن الدور الإيراني في العراق بدأ يتقلص. طيب، في ظل هذا البذخ والإنفاق واستغلال الدين من قبل النظام الإيراني، تكافئ أمريكا النظام في طهران بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة مقابل إطلاق رهائن. ألا يعطي ذلك فرصة جديدة لتمويل أنشطة إيرانية كما حدث بعد الاتفاق النووي؟ أولا، إطلاق رهائن هذه فضيحة للنظام الإيراني، لأن الذين إيران أفرجت عنهم هم مواطنون إيرانيون بالأساس ويحملون الجنسية الأمريكية. يعني هذه هي في الواقع إشكالية كبيرة حتى داخل إيران. يعني هناك انتقادات لاذعة للنظام الإيراني أنه يحتجز مواطنين إيرانيين
وبعدها يفرج عنهم مقابل أموال، يعني يحتاج يأخذ المواطنين الإيرانيين كرهائن. نعم. هذه نقطة الإعلام لم يتطرق، الإعلام العربي وغير العالم لم يتطرق إليها، لكنه الإعلام الفارسي تطرق إليها وهاجم النظام الإيراني وقال أنكم تأخذون الإيرانيون أو الإيرانيين كرهائن وتستلمون الأموال من الجهات الخارجية. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للأموال التي أفرجت عنها أمريكا تأتي بنفس الإطار، انسحاب إيران من العراق مقابل هذه الأموال، وكذلك من سوريا، وكذلك من المنطقة. والصيغة الآن التي تعمل عليها الولايات المتحدة هي صفقة ثنائية مع إيران بعيدا عن الاتفاق النووي، وهذا مهم للغاية، لأن الاتفاق النووي هو يعني الاعتراف بإيران كشرطي جديد للمنطقة كما كانت خلال عهد الملكي في إيران. إيران كانت تلعب دور شرطي الغرب في المنطقة، لكن الآن الولايات المتحدة تريد اتفاق ثنائي مع إيران وفق صفقاتها مع السعودية، مع مصر، مع الإمارات، مع دول المنطقة. الولايات المتحدة تعود إلى صيغة تريد الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط للتركيز على الصين. نعم. والبديل سيكون الدول العربية كمصر، كالسعودية، كالإمارات ودول أخرى، المغرب أيضا، مع شروط عربية على الولايات المتحدة لتقليص الدور الإيراني. أي بمعنى آخر، نعم، إيران تخفف أزمتها بالتضحية بذيولها في المنطقة، في العراق إن كانوا، في سوريا إن كانوا، في لبنان أو في اليمن. طيب، هنا أيضا صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول أن الأموال المفرج عنها ستستخدم لنشر الفوضى في الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط، وكذلك ستعمل على تقوية الميليشيات وتطوير مسيرات تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا حاليا. لماذا تساعد أمريكا إيران على نشر الفوضى مجددا؟ وهذا كلام غير دقيق من جريدة وول ستريت جورنال، التي يمكن وضعها، هذا التقرير يمكن وضعه في إطار الصراع الداخلي في الولايات المتحدة على مقربة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بين حزبي الجمهوري والديمقراطي. نعم. وهذا التقرير غير صحيح نهائيا. إيران الآن تعاني داخليا وهي بحاجة ماسة إلى هذه الأموال، والتصدعات الداخلية الإيرانية لا يسمح لها أن تنشر الفوضى في المنطقة. بالعكس، إيران تنكمش وتتراجع باتجاه الداخل وتحاول أن تحافظ على ما تبقى إليها في الداخل، وليس في العراق أو في سوريا أو حتى في لبنان. هذه التقارير الإعلامية لها استهلاك انتخابي في الولايات المتحدة ولا تنطبق مع أرض الواقع أساسا. إذن انكماش إيران وانسحاب أذرعها من داخل دول المنطقة أصبح ضرورة حتى لا يتهالك النظام داخل أرضه. تماما. وهذا الآن التواجد الأمريكي، إن أردنا أن نلمس المؤشرات، التواجد الأمريكي على الحدود السورية العراقية وقطع الطريق أمام هذه الميليشيات والتهديد بقطع رؤوس الميليشيات في العراق، هذه ليست تهديدات فارغة. نحن نعم تعودنا عنها، أن الولايات المتحدة تطلق تهديدات تجاه إيران ولا تنفذ، لكنها منذ سياسة ترامب شاهدنا كيف الولايات المتحدة نفذت تهديداتها بقطع رأس أفعى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. والآن أمام هؤلاء طريق واحد، ألا وهو أن يتعاونوا مع توجه الولايات المتحدة. يعني لاحظ معي، الموضوع ليس له علاقة بإيران، الموضوع له علاقة بالصين. نعم. الولايات المتحدة تريد أن تخرج من الشرق الأوسط حتى تصب جل تركيزها على الصين، وهناك حرب محتملة قادمة مع تايوان، بين الصين والتايوان، والولايات المتحدة منخرطة في هذه الصراعات في شرق آسيا. والبديل بالنسبة للولايات المتحدة هو التحالف مع الدول العربية، أي البديل سيكون بديل ليحل محل القوة الأمريكية في المنطقة، سيكون الدول العربية وليس الصين ولا حتى روسيا. طيب. نعم، هناك حصة معينة لروسيا في سوريا، لكنه الموضوع لن يذهب أبعد من ذلك. طيب، بالحديث عن الداخل الإيراني، هل نجح النظام الإيراني في الترويج لنفسه بعد استهداف الناشطين لرموزه، خاصة يعني بعد مقتل مهسا أميني؟ العكس، الآن نرى أن الداخل في إيران حتى من يوالي النظام يشتم خامنئي، يعني الموضوع وصل إلى
مستوى شتائم وليس انتقادات أو أنهم يريدون تغيير معين لرئيس معين أو في البرلمان. الآن هم لا يريدون خامنئي، يعني رأس النظام لا يريدون رأس النظام حتى من داخل السلطة. يعني ليس الموضوع لا يقتصر على الإصلاحيين، من يصفهم بالإصلاحيين، والعكس الإصلاحيون هم الذين يؤيدون خامنئي أصلاً الآن. طيب. هناك توجهات قوية داخل النظام الإيراني، ولا ننسى إيران على يعني اعتاب نقطة عطف كبيرة، وهي تحديد خليفة المرشد الأعلى، المنافسة بين مجتبى خامنئي، نجي الخامنئي وحسن روحاني، وهذه الآن تضعضع أركان النظام الإيراني، هذا الصراع المحتدم الذي بدأ يطرأ إلى السطح تدريجيا. طيب، وهي تستخدم هذه الزيارات الدينية لمآرب سياسية. في آخر احتفالية بمناسبة عاشوراء حول المتظاهرون المناسبة إلى هتاف ضد النظام، إلى أي مدى لم تعد السلطات قادرة على تحجيم هذا الرفض الشعبي للنظام الإيراني؟ يعني السلطات الإيرانية الآن تعاني في إعادة تيسير وتسيير ما تسميها بدوريات شرطة الأخلاق، وهناك صراع بين أجنحة النظام الإيراني، من يراها مضرة للنظام الإيراني ومن يراها فيها نفع للنظام الإيراني. هذا العجز يظهر أن هناك مقاومة شعبية، إن لم تكن مقاومة شعبية لم نرى هذه التصدعات وهذه التضارب وجهات النظر وعدم قدرة النظام الإيراني على اتخاذ القرار، يعني قرار بهذا المستوى وهو مستوى بسيط بالنسبة للنظام الإيراني، لأنه منذ 4 عقود يتصرف كداعش في إيران. تصرفات داعش الذي الآن تصورها وسائل الإعلام على أساس أنها وحشية، منذ 40 عاما إيران تمارس هذه التصرفات ضد مواطنيها. فالموضوع الآن له علاقة بهذه المقاومة، ولم تعد للمناسبات الدينية ذلك التأثير الذي يمكن النظام الإيراني يستغله لصالحه. والآن بدأ يعني كان هناك فيديوهات وحملة دعائية من قبل المواطنين فيها شيء من السخرية، لكنه تعكس الواقع الإيراني، حيث يقولون كانوا على فيديوهات يسجلونها على وسائل التواصل الاجتماعي ويقولون يجب على العرب أن يشكروا يزيد بن معاوية الذي لم يسمح للحسين أن يصبح قائدا في بلدانهم، لكانوا مثل إيران اليوم. يعني هذه فيها شيء من السخرية، لكنه في شيء من الواقع. يعني من يمثل الآن التشيع هو إيران، وإيران دولة فاشلة بامتياز بكل المستويات، والمواطنين الإيرانيون يرون في هذه الحادثة التاريخية جانب الحق وجانب اليزيد الذي منع التشيع من أجل نشر النظام السياسي. شكرا لكم من لندن المختص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي، شكرا على وجودك وعلى هذه المشاركة.